سيادة المستشار، موضوعنا شهادة الشهود والآثار القانونية، بس معنا أم كامل من قبل الفاصل. نكلم أم كامل ونعرف استفسارها ونكمل بعدين يا فندم. اتفضل. أم كامل مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اتفضلي يا فندم. أنا معايا رجل كفيف كان بياخد معاه سهم الزراعة الأول. إيه يا فندم؟ معايا رجل كفيف. أيوه. بياخد معاه سهم الزراعة الأول، وبعد كده إيه رحنا معاه أخته، كانت متوفية ومتخلفة. أخته متوفية؟ وبعدين رجعنا معاه أخته وكان أكثر من اللي هو عامل زراعي ده. يعني بياخد من معاش من أخته عن أخته؟ فبعدين قطعوه دلوقتي من شهر 4 بيديله 300 بدل 900. طب سبب القطع ايه يا فندم؟ بنقول لهم ليه كده، فبقول لك عايزين البطاقه لا يعمل. فهو دلوقتي ليه عامل زراعي هنا مدفون هنا في الشرقيه، فاحنا بنقول لهم القطع بتاع اخته وناخد بتاعه هو مش راضيه، عمالين يعذبوا كده بقالهم سنه من شهر 4 اللي فات. ايوه يا فندم. السبب عايزين يخلنا نغير البطاقه بدل عمل زراعي لا يعمل، وهو راجل كفيف ما بيشوفش خالص. طيب يعني هو كان بيحصل على معاش من اخته على اساس انه كان لا يعمل؟ لا هو كان عامل زراعي برضه. كان عامل زراعي؟ امال ازاي كان بيتصرف له؟ طب ما ازاي كان بيتصرف يا فندم ليه؟ مش عارفه صدقني. السنه دي بقى قالوا لنا لا لازم نغير البطاقه، ما ينفعش نغير البطاقه. لان هو بقى له 14 سنه بياخد من اخته 900. فاتقلل ل 400. خليه 300. 300 كل شهرين يسيعوا له شيك ب 600. ايوه فندم. فهو دلوقتي يعني عايزين نرجع تاني المعاش وعامل زراعه ومش عارفين نعمل ايه ومعذبنا خالص اخر عذاب. صدقني نجيب لها على النت مش عارفين، ما مش عارفين يردوا علينا برضه. طيب ثواني خليك معايا سياده المستشار، في استفسار؟ انا بس عايز اقول حاجه، هو ايه يعني انا هرد عليه، انا هرد عليه. طيب اي استفسار تاني يا ام كامل؟ لا صدقني شكرا. هو راجل كفيف بس عايز زمان اللي يجي يديه وجايب له كمبيوتر طبي اللي هو كفيف ما وصلش خالص، طبعا معذبينه خالص، فهو عايز رقم 60 في الموظفين. طب هو انا عايز اسال سؤال بس، هو انت ايه اللي يديرك ان انت تخلي البطاقه ان هو لا يعمل؟ ما هو كده كده كفيف زي ما حضرتك بتقولي خلاص. ايه الضرر اللي واقع عليك ان هو لا يعمل؟ يغير البطاقه ان هو لا يعمل، هو كفيف مش بيشتغل كده كده. ايه الفايده اللي جايه عليكي من ان هو عامل زراعي؟ الفايده من ايه؟ معاش عادي هنا عامل زراعي غير ده غير بتاع حصص بالجدد. ايوه ما ينفعش يجمع بمعاشين، ما ينفعش يجمع بمعاشين فعلا. لا ما بياخدش معاشين، ده هو بتاعه المرسوم الاساسي. انا مش معترض، هو بياخد، هو عشان عنده اعاقه بياخد المعاش لدراعه المبتور صح؟ تمام. وعشان هو كفيف كمان مظبوط؟ حلو. ازاي بقى ياخد معاش اخته وهو مكتوب عنده ان هو حاجه من الاثنين، لا يبقى عامل زراعه وياخد عندك المعاش بتاعه عن ان هو كفيف او ان هو عامل زراعي لكن كفيف ولا يقدر على العمل، لا اما ان هو ياخد معاش اخته المتوفيه ويكتب ان هو بدون عمل عشان ياخد هذا المعاش. ما ينفعش يجمع بالمعاش ده والمعاش ده في وقت واحد. لا ما بياخدش الا معاش بتاع اخته بس، هم قاطعين بتاعه من زمان. موقفين المعاش بتاعه هو؟ طب خلاص. طب انت حضرتك معترض على ايه طيب؟ لما هو اصلا موقفين معاشه من زمان. انت عايز معاشه هو ومش عايز بتاع اخته صح؟ خلاص روحي عند المعاشات، روحي المعاشات التامينات والمعاشات قولي لهم انا متنازل عن معاش اخته انا مش عايزاه خالص لان هو دلوقتي عامل زراعي وهيتقاضى معاش نظير ان هو دراعه مبتور وكفيف بس. مش راضيين، احنا عاملين له كوبسون طب اللي هو مش خالص مش راضيين. ارفعي عوديه بكده. هم مش راضيين من شهر 4. ارفعي عوديه، ارفعي عوديه بكده. وقفت المعاش ده وصرف المعاش تاني. ماشي ماشي شكرا يا استاذ. العفو، تحت امرك. شكرا. سياده المستشار بالنسبه للشاهد، يعني هل من حق الشاهد اذا طلب للشهاده انه ما يروحش؟ طبعا ما فيش حاجه تجبر الشاهد انه يروح او ما يروحش، الا ان المحكمه لقت ان في شهادته لها وزن في الفصل في القضيه انه يغير وجهه الراي في القضيه، هنا المحكمه بتلزمه انه يجي، ما جاش بتغرمه. في بعض الاحيان كان الحضور وجوبي على الشاهد لازم يجي، زي مثلا قبل تعديل قانون الاجراءات في شهود الاثبات زي الضابط او الشخص اللي شاف الواقع بنفسه او الطبيب الشرعي، كل دول شهود اثبات. لو كان الدفاع او المحكمه تمسكت بحضورهم كان لازم يجي، لو ما كانش يجي كانت الوسيله المحكمه بتضغط بيها تغرم الطبيب الشرعي او تغرم الضابط او الشاهد 5000 جنيه. كان مبلغ كبير بالنسبة عشان تحس، عشان يحس الموضوع حساس لازم يجي. ففعلا بعد جلسه واتنين، بعد ما كان بيقعد سنتين ثلاثه ما بيجيش، تلاقيه بعد جلسه يجي ويدلي بشهادته، وبعد كده بعد محكمة تحقق في القضية يطلب من المحكمة إقالته من الغرامة، فالمحكمة تقيله من الغرامة لأنه جه وانصاع لأمرها فعلا،
فهذا الشاهد اجباري عليه انه يجي، لان هو المحكمه عرفت ازاي تجيبه من غير ما احبسه، انا هغرمه غرامه كبيره ماليه وبالتالي هيقدر يجي، وانا سبتتي كمحكمه اغرمه. طب سياده المستشار، يعني دلوقتي انا تقدمت للشهاده وحبيت اعدل في الشهاده او يعني اغير فيها، هل من حقي اني اضيف او الغي حاجه من شهادتي؟ وهل الامر ده يجوز مثلا في مراحل تحقيق معينه دون الاخرى، مثلا قدام الشرطه غير قدام النيابه غير قدام المحكمه والجلسات؟ خليني اقول بس حاجه مهمه، عشان اقول شهاده يعني لازم يبقى فيه حلف يمين امام جهه قضائيه زي نيابه عامه او القضاء، يعني لازم اقول والله العظيم اقول الحق، إن ما قالش دي ما بقتش شهادة، لازم حلف اليمين. اه، لان الاقوال بتاعه الشهود اللي بيتقال في استيفا النيابة العامة او في الشرطة دي مش شهادة، دي ما هي شهادة خالص. احنا بنتكلم عن شخص يجلب اقواله. يعني ممكن انا اقول حاجة قدام تحقيقات الشرطة اغيرها قدام النيابة؟ لا، ده انا بتكلم بس عن جزئية الحلف اليمين. اما بقى العدول عن الشهادة دي او اضافة اقوال في الشهادة او تعديل عنها او تعديل عنها خالص، ما هو قدامي لان اما هضيف لما هنقص لما هعدلها خالص. اه، يعني انا قلت في قدام محضر الشرطة حاجة وجيت قدام النيابه حبيت اغير، من حقه يعدل عنها. بس عايزين نقول حاجه، مفيش ضرر عليه، مفيش ضرر خالص، زي المجني عليه. المجني عليه في القانون المصري مثلا في واقعه سرقه او في جنايه قتل، جه اخو المقتول مثلا اخو المجني قال يا جماعه اللي قتله فلان الفلاني انا شفته هو بيضربه بالنار بيضرب اخويا، ده اصبح شاهد اثبات في هذه الواقعه. في الشرطه ادلى بهذه الاقوال، جه في النيابه العامه تراضى مع الناس او اكتشف ان الشخص اللي عمل كده مش هو ده، كانت الدنيا ضلمه او زحمه، فليه حق العدول على الاقوال يقول لا انا قلت كده في الشرطه عشان كنت فاكر ان فلان ده هو الشخص اللي قام هو اللي رمى اخويا بالنار، لكن مفيش ضرر عليه، مفيهاش ضرر خالص. هنا يقول اقواله، هنا ممكن اقواله تبقى في النيابه زي الشرطه ويعدل عن هذه الاقوال في المحكمه، في المحكمه. وطبعا العبره بالاجراء التحقيق النهائي اللي بتجري المحكمه فين، في المواد الجنح والجنايات في القانون الجنائي بصفه عامه. ومن ثم لو المحكمه اطمأنت الاقوال قدامها هتقضي حسب ما يترأى لها، ولكن يجوز للمحكمه ان تاخذ اقواله في اي مرحله اخرى. يعني ممكن يجي في المحكمه يقول لا مش هو ده اللي سرقني، مش هو ده اللي قتل اخويا، والمحكمه ما تطمنش للشهاده اللي لها قدامه وتقول انا اطمنت الاقوال في النيابه في اي مرحله من مراحل الدعوه، يعني شرطه او نيابه، تطمن على اي مرحله تاخدها، سواء كان محضر جمع الاستدلالات او كان محضر تحقيق في النيابه، وتطمئن ليها رغم انه جه في النيابه في المحكمه وحلف قصاد المحكمه اليمين وقال لا مش هو الشخص، بس انا مش مطمنه، حاسه ان هو اخد فلوس، حاسه ان هو ضغط عليه، فانا عشان حاسه كمحكمه كده فانا هطرح اقواله او شهادته الادلى بها امامي وهاخد باقواله في اي مرحله من مراحل الدعوه. وده بيحصل يا فندم؟ كتير بيحصل، بس في جنايات القتل في الصعيد ما بيحصلش. في الصعيد عشان قبليه شويه وبيحصل تراضي، اللي يهمنا ما يبقاش فيه بحور دم، في حاجه اسمها قواعد الاخذ بالثأر والحاجات دي. فعشان ما يبقاش بحور دم ولو حصل جنايه قتل اصبح قعده عرفيه بعدها، اهل المجني عليه مع اهل المتهم وحلوها وديا ودفعوا ديه وكتبوا ما فيش تعارض وصلح بين الطرفين، بيحضر اخو او قريبه للمجني عليه ان هو اتقتل ويقول لا والله مش هو ده، احنا سمعنا واحنا قلنا الكلام ده وتغيروا على كده، فدي بيعدل عن اقواله والمحكمه بتدي براءه فيها. ما بتديش حكم. ليه؟ عشان حقنا للدماء. صحيح. يعني ما ينفعش المحكمه تقول لك لا هم تراضوا، ما هو انا لو اديت اعدام للشخص ده او اديته مؤبد او اديته عقوبه اهله هياخدوا بالثأر هم كمان من الثاني، ما فتحت بحور دم في الصعيد. صحيح. معنا تليفون ونكمل موضوعنا. مساء الخير. مساء النور يا باشا. اتفضل يا فندم. بس عليك انت والضيفك الكريم سياده المستشار. اهلا بحضرتك يا فندم. انا كان معي والدي، كان امنا توفت، ايوه فن خلفنا اربع ولد وبنت، ايوه فن وبعد كده امنا توفت، ايوه فن وتجوز واحده ثانيه خلف منها ولدين وبنتين، ايوه فن فما كتب للعيال اللي هم الجداد وعملوا صحة توقيع من ورانا وخدوا كل حاجة، فهي الموقف موقفنا احنا دلوقتي، يعني عمل بيع وشراء للأولاد الجداد، للجداد واحنا خلنا ما ادناش حاجة. ده قبل الوفاة بفترة يا فندم؟ ما توفاش هو، ده هي أمنا توفت. أمنا توفت خلفتنا احنا أربع ولد وبيت. تمام يا فندم. وراح اتجوز هو تاني، ادى كل حاجه وخلي بالك للعيال الجداد واحنا ومن ورانا، وعملوا توقيع من ورانا. تمام. عايز اسال سؤال. طيب اتفضل. ماشي. هو الميراث اللي تركته والدتك بعد ما توفت كان في بيع وشراء لوالدك؟ ثواني بس، كان في بيع وشراء لوالدك ولا كان كله باسمها هي بس؟ لا مش باسمه، مش باسم والدته، هو كان باسم والده.
باسم. طب يبقى اسم والدتك ملوش دعوه بالموضوع، احنا بنتكلم في ان هو يعني والدتك بره الموضوع خالص، الميراث كله كان باسم والدك. طيب. في اي استفسار تاني استاذ عيسى؟ اتجوز وراح خلف عيال من المره الجديده وراحت. تمام، في اي استفسار تاني غير الاستفسار اللي حضرتك قلته؟ ربنا يخليك. شكرا يا فندم. سياده المستشار، هو كده يا استاذ نشأت يعني هو اتصرف في ملكه، هو حر اكتب العقار دوت او كل الممتلكات اللي ولاد الست الثانيه لولاد الست الاولانيه دي بتاعتي بتاعته. سياده المستشار كان قدامنا استفسارات كتير ولكن وقتنا انتهى. شكرا لسياده المستشار ايهاب مكرم المحامي بنقد والدستوري العليا. شكرا فندم. شكرا استاذ نشأت. اعزائي المشاهدين، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه قانونيه مفيده. بنشكر حضراتكم وشكرا، والى اللقاء وحلقه اخرى من خد بالك. شكرا.